حلقة جديدة من برنامج من الجزائر. مرحبا بسادة المشاهدين الكرام. اليوم نتكلم على الحدث الخاص باليوم العالمي للشغل، وهي المناسبة التي كانت فرصة للرئيس عبد المجيد تبون للحديث على جملة من التحديات التي شهد الاقتصاد الوطني قبل 2019، وكيف كان البعض يعمل من أجل تسليم الجزائر للخارج من خلال الصندوق النقد الدولي لولا الحراك المبارك الذي أوقف كل هذه الممارسات التي تستند على الخطابات الرنانة وإحباط معنويات الجزائريين. في السياق ذاته أكد الرئيس على ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع كافة الوطنيين للوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية. نتكلم على هذا الأمر، وأيضا نخصص جانب مهم للحديث عن المشهد السياسي والحزبي في الجزائر. هل تعيش الساحة السياسية ركودا أم أن الرئاسيات أنعشت الأحزاب السياسية وبالتالي في حركية سياسية وحزبية تحسبا للاستحقاق الرئاسي القادم؟ كل هذه النقاط ناقشها مع ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو، الدكتور مراد عروج رئيس حزب الرفاه قيد التأسيس. مرحبا بك دكتور مراد. أهلا وسهلا وشكرا للدعوة الكريمة. أهلا وسهلا، وأسعد أيضا باستضافة الأستاذ حسين خلاص رئيس تحرير بقناة الوطنية. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا سي زكي، ونتمنى أن نقضي أوقات مفيدة وممتعة مع الأستاذ والدكتور مراد الذي نحترمه كثيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين. طيب نبدأ بالوضع الاقتصادي. الرئيس عبد المجيد تبون دكتور مراد تكلم على الكثير من التحديات والرهانات، وخاصة عاد إلى ما قبل 2019 التي كانت آخر سنة مافيوية، هكذا وصفها الرئيس. طيب اليوم هل استطاعت الجزائر دكتور مراد أن تخرج من كل هذه التراكمات التي ورثناها طيلة عقود أو سنوات ماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للدعوة الكريمة، سعيد بتواجدي مع الإخوان الأفاضل. هل استطاعت الجزائر أن تخرج من هذه التراكمات؟ الجزائر تعمل على الخروج، يعني ما زال هناك تبعات تاع السنوات السابقة. صحيح أنه 2019 كانت هناك أرقام سلبية وسلبية للغاية، من حيث نسبة التنمية، من حيث الديون، من حيث الركود الاقتصادي، من حيث الأرقام العالية من الفساد، وأرقام كثيرة كانت في الحقيقة نوعا ما تسود صورة الجزائر داخليا وتسودها خارجيا في المجال الاقتصادي. ما فعل بعد انتخابات رئاسية طبعا خلال السنتين، السنة الأولى والثانية، لم يكن بالشيء الكثير بحكم أنه كانت هناك أزمة صحية، أزمة كورونا، لكن كانت هناك أزمات أخرى قيل عنها يومها بأنها أزمات مفتعلة، كأزمة شح السيولة، كأزمة ندرة بعض المواد الأساسية، كأزمة الماء، يعني سمعنا ما عندك الماء في البيت. يعني هذه أزمات عاشها المواطن وتأثر بها المواطن، وكانت على طاولة الرئيس وحكومته من أجل إيجاد الحلول المستعجلة. طبعا قد حلت هذه المشاكل في خلال السنتين الأولى والثانية، كما حلت أزمة كورونا، كما تعاملت الجزائر يعني بنجاح مع أزمة كورونا، فانتهينا من أزمة كورونا وانتهينا من هذه الأزمات المستعجلة الطارئة التي كانت موضوعة على طاولة الرئيس. بعد كورونا بدأ العمل. يعني لما نقول بعد كورونا بدأ العمل، يعني بعد 2020 وبعد 2021، بعد سنتين من عهد الرئيس، يعني كان يشتغل كإطفائي، يعني كومبومبي إطفائي لمعالجة القضايا المستعجلة. لكن خلال هذه السنتين لم تتأخر رئاسة في إصدار قانون جديد، تعديل الدستور. تعديل الدستور لأنه كان تم في سنة 2021. 2020. نعم 2020. يعني استفدنا أنه الدستور عدلنا في 2020. لكن كل الأشياء الاقتصادية الجديدة تمت بعد سنة 2021. من بينها قانون الاستثمار. حتى أنه قانون الاستثمار لم يرموا إلا في سنة، لم نبدأ النقاش فيه إلا في نهاية 2022، وأنه مصدف قوانين التطبيقية إلى في سنة 23. معناته خليني نقول أنه عودة الرئيس ليست 5 سنوات بالفعل، وإنما هي سنة 2022 23 وما بقي 23، معناتها ربما تكون عودة كاملة بسنتين ونصف فقط
سنتين ونصف فقط، ولا يمكن في سنتين ونصف أن نعالج كل مخلفات الأزمة التي كانت قبل 2019، ولكن نبدأ في معالجتها، نوضع القوانين التي تحد من هدم تلك الأزمات وآثارها على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الجزائري في الجانب الاجتماعي والجانب السياسي. ممتاز. أيضا في خلال 2019 يعني قبلها بسنوات قليلة يعني شهدت الجزائر عهد التقشف، تعطلت الكثير من المشاريع وتوقفت الكثير من المشاريع التي كان من المفترض أنها تنطلق، يعني بحجة أموال مكاش والخزينة العمومية فارغة والتقشف. اليوم خرجنا من هذه الأمور، هناك الكثير من المشاريع التي تعطلت في وقت سابق انطلقت، من بينها الملاعب والكثير من المشاريع. يعني الدكتور يقول عامين ونصف غير كافية، ولكن هل نستطيع أن نقول أنه خرجنا من عنق الزجاجة إن صح التعبير؟ يعني أقول بدقة أننا بدأنا نخرج ولم نخرج بعده، لأنه العمل لابد أن يتواصل ويتواصل بجد وصرامة، لأن ما يحتاجه الاقتصاد بعد هذه الفترة التي ذكرها الدكتور، فترة الجائحة والأزمة الصحية، كان لابد من ضبط الاقتصاد ضبطا صارما، أولا من خلال كبح جماح فاتورة الاستيراد الكبيرة الضخمة التي كانت تصل إلى 60 مليار دولار سنويا في بعض الأحيان، وهذا بما تتضمنه من فساد وتتضمنه من تلاعبات أيضا بتضخيم الفواتير وغير ذلك، فهذه غيظ من فيض من الممارسات، ممارسات الفساد، ممارسات البيروقراطية. لابد من القضاء على كل الأمراض التي ورثت من العهد السابق، لأن كان ما يخفش علينا كان الجزائر تمتلئ يعني استهلكت 1,000 مليار دولار. أين ذهبت هذه 1,000 مليار دولار لولا أنها كانت لسنوات، يعني لسنوات طبعا يعني طبعا، ولكن استهلكت فيما يعني لم نبني اقتصاد منتج ولم نضبط يعني مواردنا المالية كما يجب، يعني كما يقولوا بذرنا الكثير من الأموال دون جدوى. فالأزمة في الحقيقة بدأت في 2014 لما بدأت أسعار النفط تنزل إلى درجات يعني ضعيفة جدا، فاضطرت السلطة في ذلك الوقت إلى ليس إلى التقشف في مواردها، في موارد الإطارات وفي موارد رجال الأعمال وفي القروض وغير ذلك، وإنما تقشفت فقط في يعني توقيف المشاريع الكبرى، المنشآت القاعدية الكبرى هي التي تضررت والتي يعني ضحي بها. هنا دكتور مراد اسمح لي أن نتكلم على النوايا الصادقة في تسيير الشأن العام وتسيير الاقتصاد الوطني. هل كنا نفتقد إلى النوايا الصادقة فعلا؟ لأنه كان كل شيء خطابات بهتان، لم تكن هناك خطابات صادقة فعلا، لم تكن الخزينة العمومية فارغة، لم يكن اقتصادنا يعني كانت هناك مداخيل. أستاذ اليوم لماذا رغم أن هناك كورونا، هناك أزمة اقتصادية، ولكن استطعنا يعني هناك ناس تخلص وناس بشكل عادي؟ يعني شوف تبديد المال العام هذا الذي نجح رئيس تبون في إيقافه. المسألة الثانية الاستنزاف تاع العملة الصعبة اللي كان على مستوى الاستيراد. ممتاز. هذا ما كنت سألتك. هذا الضبط يعني تم عملية الضبط فاتورة الاستيراد بحيث أننا أصبحنا اليوم عندنا فارق في ميزان المدفوعات، يعني أصبحنا نكمل السنة بالإيجاب. الأرقام اللي أعطاها وزير المالية من 3 أيام تقريبا يتكلم على 6.5 مليار دولار كرقم إيجابي حافظنا عليها وحيدخل في احتياطي الصرف. نذكر أنه بداية العهدة رئيس تبون كان احتياطي الصرف كان 42 مليار دولار، اليوم وصلنا إلى 69 مليار دولار، وهذا لما انقلب الميزان كان بالسلبي ولا الإيجابي، فأصبحنا كل سنة نوفر مبلغ من المال. طبعا هذا مع التذكير أنه لابد أن لا يكون لهذا الميزان الإيجابي تأثير على
على ما نستورده من مواد أولية من بيس دي طاشي من غير ذلك من الأمور التي يجب الذهاب الذي يجب الذهاب إلى التفاصيل. صحيح أن نحن نقلص فترة الاستيراد ونحن مع ذلك لنشجع الصناعة المحلية لكن دون التأثير السلبي على السوق يعني على الصناعة يعني قد لا تصرف دولار لاستيراد مادة أولية لكنك تفقد 20 منصب شغل، تفقد مؤسسات، فبالتالي هذا الجانب لابد أن نذهب إلى الدراسة إليه. حتى خليل الكلام هذا يعود يرجعني إلى ما قاله الرئيس في كلامه اليوم في اتحاد العام العمال الجزائريين أن القرار الاقتصادي لابد أن يكون قرار تشاوري، والمشورة تبدأ أنه قبل ما نصدر قرار لابد أن نعرجه على لجنة لتدرس الامباكت آثار هذا القرار على الاقتصاد، يعني الامباكت سوسيو ايكونوميك تاع هذا القرار. طبعا هذا لم نصل إليه بعد، احنا اليوم الحكومة أو الوزارة تدير قرار تذهب به إلى البرلمان، البرلمان يصادق بنعم أو لا، وفي غالب الأحيان يصادق بنعم عندنا في الجزائر. لابد أن نخلق حلقة بين 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 محطة أو مرحلة بين مشروع قرار إلى عرضه على لجنة تاع مختصين تاع خبراء ليدرسوا الامباكت آثار هذا القرار على المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. نرجع إلى نهاية 2019، اليوم 4 سنوات من عودة الرئيس، الأرقام ماكرو أرقام الاقتصاد الكلي ينظر إليها من نظر إيجابية، وهذا الذي ثمنه صندوق النقد الدولي فعلا. نظر إيجابية يعني نسبة نمو ب 4.1 تعتبر من الدول المتوسطة، كذلك احتياطي الصرف، ارتفاع احتياطي الصرف، كذلك ارتفاع قيمة الدينار ب 4.5% مقارنة مع عملة الدولار، لكن هذه كأرقام ماكرو، هذه أرقام ماكرو. دعم ذلك كل الاتفاقيات التي تمت في إطار الطاقة، في إطار الطاقة هو هذه التي دعمت هذا النمو، هي التي دعمت هذا الاحتياطي الصرفي اللي دعمت احتياجات أوروبا أيضا، لكن لم يتحقق تنوع اقتصادي. نحن كنا نتمنى أن يكون ارتفاع هذه الأرقام الكلية، لكن كذلك أن يكون هناك تنوع للاقتصاد حتى نخرج من التبعية للمحروقات. فيه نمو لكن في إطار التبعية للمحروقات. نحن نريد أن يكون نمو خارج التبعية للمحروقات. نتمنى أن يكون صادرات الجزائر هي محروقات ومشتقات المحروقات، لكن كذلك أشياء أخرى، ولا تكون فقط محروقات ومشتقات المحروقات. نحن نتمنى أن يكون هناك اقتصاد وطني متنوع يغنينا عن مداخل المحروقات، لأنه إحنا اليوم محروقات هي مصدر الدولار، لكن كذلك جباية المحروقات هي مصدر الدينار. نريد أن يكون هناك مصدر آخر للدينار غير الجباية البترولية. هذا الذي يمكن من وصول إليه رغم أنه فيه قانون استثمار جديد الذي لم نرى له آثار على الساحة الجزائرية، سواء على المستثمر الأجنبي أو على المستثمر الجزائري. سنتكلم على قانون الاستثمار لو سمحت لي دكتور مراد. أنت ذكرت قضية التشاور والحوار، اليوم ذكر الرئيس الثلاثية، قال بأنه من المهم أن تعود من جديد لتكريس سنة التحاور والتشاور لكي لا تكون هناك قرارات ظرفية وقرارات غير صائبة. مهم جدا أن يعود هذه الآلية، الآلية آلية الثلاثية أو التشاور بشكل عام مع شركاء الاقتصاديين والسياسيين، الحكومة والعمال وأرباب العمل. هذه السنة يعني موجودة يعني في كثير من البلدان التي تريد، ولكن ليس ب يعني الجانب الفولكلوري فقط، لا تأخذ الجانب الفولكلوري فقط، وإنما تأخذ كميكانيزم كآلية دائمة وليست كاجتماعات ظرفية أو دورية للثلاثية تخرج بقرارات وبلوائح وبخطابات سياسية ثم لا تجد لها طريقا إلى التطبيق. التشاور لأن هذا الشركاء الثلاث هم اللي شكلوا الحكومة، تعمل على أولا على تبحث عن الاستقرار، ولا يمكن أن يضمن استقرار الاجتماعي إلا من خلال الحوار الاجتماعي مع العمال. ثم أن أيضا الطبقة العاملة ليست فقط طبقة العمال العموميين أو الموظفين، رأينا وشاهدتم يعني اليوم يعني الحفل الذي أقيم في قصر الشعب، قصر دار الشعب عفوا،
يعني لاحظت فيه ممثلين النقابات مستقلة، نعم كانت موجودة حاضرة في الصحة والتربية وغيرها، نعم كانت موجودة، وهذا يبشر بالخير بأن الحوار مع النقابات لا يقتصر فقط على المركزية النقابية وإنما أيضا يمتد إلى القطاعات الأخرى. لاحظنا في المدة الأخيرة أن الاحتجاجات قلت إلى نسبة ضئيلة جدا من الاحتجاجات، ما عندناش نشوفوا هذيك المسيرات ولا المظاهرات ولا الاعتصامات التي كانت سائدة في وقت البحبوحة. الآن ما فيش بحبوحة هذيك اللي كانت موجودة، ولكن في وقت معالجة الاحتجاجات. لماذا؟ وقت معالجة التراكمات، لأنه في اطمئنان أيضا، في اطمئنان، في اطمئنان يعني فيها السلطة بادرت بزيادات في الأجور ولم يطالب بها العمال، بادرت برفع منح التقاعد أيضا ولم يطالب بها المتقاعدون، وأيضا يعني أسست منحة البطالة لمساعدة الأسر، لأن في الحقيقة لما تقدم منحة البطالة للشاب الباحث عن العمل إنما ساعدت أباه يعني في الحقيقة لتخف عليه تكاليف التكفل به، يعني فيعني في مساعدة غير مباشرة. تذكرت العديد من المؤشرات، وأود أيضا دكتور مراد أن يعرج عليها، ذكر أن قضية الاحتجاجات قلت، فيها اطمئنان، زيادات في الأجور، المنح، منحة البطالة، منحة المتقاعدين التي سترسم في اجتماع مجلس الوزراء القادم. هذه الآليات هل هي دلالة على أن هناك اطمئنان شعبي واجتماعي إن صح التعبير نظرا لما يجسد على أرض الميدان، ليست فيه مطالب وإنما هناك مبادرة من طرف الرئيس والسلطة؟ يعني اليوم فيها هناك بصاص أمن، يعني الجزائري أصبح فيه الأمل، يعني نعم يؤمنوا أن هناك رئيس وهناك حكومة تفكر في راحته، تفكر في توفير أجرة محترمة قد تحفظ كرامته. أصبح مقتنع أنه ما يفعل على مستوى الضمان الاجتماعي يقدم خدمات إيجابية جليلة للمواطن. أصبح يؤمن أنه هناك قوانين لصالة تحقق الشفافية، تحقق الوضوح، تشجع على الاستثمار. الذي نطمح إليه بعد كل هذا، بعد كل هذا بالإطمئنان، أن تتجسد هذه القوانين وهذه النصوص وهذه القرارات على أرض الواقع، وآثارها تكون إيجابية مثلما سطر لها. اليوم رفع الأجر تاع موظف شيء جميل وجميل جدا، لكن بشرط لا يتبعه زيادة في الأسعار. طبعا اليوم كان يخلص 3 ملايين كانت قليلة، توصلها له 5 ملايين جميل ممتاز، لكن لا يقابله زيادة في الأسعار. وقد نضرب أمثلة بسيطة. اليوم التعليم يعتبر استنزاف للجيب تاع 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 الأولية، لأنه أغمى ما يصرف من ميزانية ضخمة على 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 التربية، ما يصرف من ميزانية ضخمة على من جيوب المواطنين على أولادهم في المدارس الخاصة، يعني خلق بعد ذلك شيء يسمى بدروس التقوية، دروس التقوية التي أصبحت دروس الدعم، يعني نعم التي أصبحت تستنزف جيوب المواطنين. يعني الأولياء مساكن مقلقين على أولادهم، حابين أولادهم يدوا شهادة سيزيام، حتى اليوم اللي نسمع بدروس الدعم سنة أولى ابتدائية وسنة ثانية ابتدائية، وحتى أصبحنا نسمع بدروس الدعم لمادة التربية الإسلامية والتاريخ في شهادة البكالوريا، وهذا استنزاف لجيب المواطن. يعني اليوم أنت واحد عنده عائلة عندهم وليدهم يجوا شهادة البكالوريا، شحال يصرفوا عليه شهرين باش يأملون أن وليدهم يتحصل على شهادة البكالوريا؟ بمعنى ذلك هذا تفصيل من التفاصيل. رحنا للصحة، جانب الصحة كذلك الجانب الصحي يستنزف جيب المواطن. يعني أزمة كورونا رغم ما فعل ورغم ما اتخذ من إجراءات، لكن لم تكن هناك ضبط بل لبعض التفاصيل. سكانر اللي كان يدير 600,000 ولا يدير 1,800,000، البي سي ار شحال كان يدير، العلاج شحال كان يدير، معناتها كانت عمليه استنزاف لجيوب المواطنين من قبل مخابر التحليل، من قبل مضاربين ايضا، يعني صنع الفرص او خلينا نقول استغلال الازمات. حدث من شهر تقريبا يومين قبل العيد، ما كان يشتريه المواطن ب 2,000 و 3,000 وقد فرح لذلك المواطنون، اللفت والكورجات والقرعه، يومين قبل العيد الشيء اللي ربحوا في بدايه الشهر خسروا في نهايه الشهر، بحيث انه هذه الخضره هذه ولا تسوى وصلت حتى 400 دينار. اذا ما يفعلوا على مستوى ماكرو
من رفع الاجور من ضبط بعض الامور، هذا شيء جميل وجميل جدا، لكن ماذا بينا هذا عمليه الضبط تنزل الى ادنى مستوى حتى باش يشوف الاثار الايجابيه. ولكن انا ترى دكتور انت تكلمت على جزئيات على مناسباتيه فقط، تكلمت مثلا على في الاعياد في رمضان، نحن نتكلم ربما في المناسبات العاديه يعني في الاوقات العاديه. المواطن يعيش كما يقول الاستاذ حسن خلاص عاديه. شوف المواطن يعيش حوالي 5 أو 6 مناسبات في السنه، الدخول المدرسي في ازمه، رمضان في ازمه، عيد الاضحى في ازمه. ولكن هذا رمضان لم تكن هناك يعني كانت هناك استقرار الى حد كان في استقرار للأسف. وكانت اسعار في متناول الجميع. انا نقول باللي عمليه الضبط الشيء اللي تعامل انت فوقه جميل وايجابي اتبعه باجراءات لضبط الامور باش المواطن ممكن. باش المواطن يبقى يحس بالاثار الايجابيه تاع الشيء اللي عملته. هناك الان انت احلتني الى ان هناك قرارات تصنع على المستوى العالي استاذ، هناك قرارات، هناك مشاريع، هناك اوامر، ولكن القاعده التي تستجيب مع كل هذه الامال والتطلعات وغير ذلك الى اي مدى هي مستجابه او تستجيب لكل هذه الأمال حتى يكون هناك استقرار؟ نعم ما فيش أزمات مفتعلة، ليس هناك يعني ارتفاع الأسعار بدون سابق أنذار، تنوض يعني ترقد تنوض تلقى البطاطا طلعت 100% مثلا. نعم. هذه الأمور كيف يتم علاجها يعني أستاذ؟ أولا قبل الحديث عن علاجها لابد أن نذكر ما هو الآثار السلبي الذي ممكن يؤدي على الاقتصاد نفسه، لأنه ما ينجمش مستثمر مثلا أجنبي ولا وطني ولا في أي مجال من المجالات أن يقدم على مشاريع ويغامر برأس ماله إذا يعرف باللي الأسعار والأسعار المواد الأولية تنخفض وترتفع في بين عشية وضحاها، وليس هناك ضبط، ما كانش معايير، ما كانش يعني ضوابط للأسعار على المستوى يعني على كل يعني المواد تقريبا، وبالتالي ايضا الرؤيه للدخول في استثمارات كان ممكن تكون فيها عائق، يعني لانه الرأسمال جبان لما يقول لك باللي انا يا ربما ما فيش قدره شرائيه، ما فيش طلب يقل، ما فيش كذا، مضطر باش نبيع بالسعر معين في السوق لان السعر مرتفع في ممتاز، وبالتالي ما يكونش فيه طلب على المنتوجات اللي ممكن، وما يغامرش يقول لك لا لانه ما يدرسش، هو يقول لك لا ما فيش كفاه يدرس حتى يدرس لانه فيه تغيرات سريعه وفوضويه يعني في الحقيقه في منظومه الاسعار. ممتاز. فهذا من الاثار السلبيه. لا. ولكن كيف تعالج؟ اولا وقبل كل شيء لابد من وعي لدى المواطن، المواطن المنتج والمواطن المستهلك كذلك. ممتاز. لأن حتى المواطن المستهلك أيضا يساهم بشكل أو بآخر في هذه الوضعية، بالمقاطعة أو بأيش أو بالتبليغ أو بأيش. القضاء الصارم على المضاربة أيضا. المضاربة، القانون المضاربة طبعا موجود، ولكن شفنا باللي فيه نقائص حتى في تطبيق هذا القانون، يعني بالحق لابد من الذهاب إلى آليات أخرى اكثر صرامه واكثر وبرؤيه افضل وادق يعني للواقع، يعني الواقع المضاربه، لان مازال فيه مضاربه قائمه ويعني لم يخضع عليها القانون، ولا بد من اعاده النظر اما في القانون اما في اليات التطبيق بشكل كبير. ربما في بعض المراحل التطبيق اخذت منحة. أستاذ قانون الاستثمار، أنا تعتقد بأنه اليوم وكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار اليوم في الاستثمار يعني الحركية الاستثمارية في حركية الآن، هناك مشاريع مباشرة وغير مباشرة أجنبية أتكلم بمليارات الدولارات أستاذ مراد. شوف ما يفعل على مستوى ماكرو على مستوى الدولة كلي مستوى الدولة من في المشاريع الكبرى هذا ممتاز ورائع جدا، يعني لأنها مشاريع دولة. ممتاز. الاستثمار في مجال استخراج وتحويل المعادن هذه مشاريع تاع دولة، وقد حققت الحكومة على رأس رئيس الجمهورية نجاحات عظيمة، يعني مجال الزنك المصنع اللي موجود في بجاية، مجال الحديد، مجال الحديد اللي موجود في غار جبيلات وبالله، يعني مجال الفوسفات ومجال حتى الفلاحة على مستوى أضرار في المشروع الضخم هذا بلدنا مع والواعد هذا تاع 3.5 مليار دولار. المشاريع الكبرى
على مستوى الحكومة التي تدرس على مستوى الحكومة. هذه الجزائر حققت فيها خطوات رائعة في سنتين ونصف تقريبا، وهذا أمر جميل وجميل جدا. قانون الاستثمار وضع باش يجيو مستثمرين أجانب ويجيو مستثمرين جزائريين مقيمين في الخارج ويتحرك الجزائر في إطار الاستثمار. هل هذا القانون جاب لنا مستثمرين أجانب؟ جاب لنا مستثمرين جزائريين؟ لا 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 جاب مستثمرين بلدنا شركة كبيرة بلدنا. هذه قلت لك حكومية، شو ما جيت تكلمش عن الحكومية، هذه الدبلوماسية يعني. الاقتصادية تاع رئيس الجمهورية هي اللي جابت هذا الشيء، مش القانون. تتكلم على فضاءات أخرى يعني. تتكلم شوف 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 هناك مستويين في الاقتصاد. دكتور مراد عذرا، احتفظ بالكلمة رجاء واسمح لي على المقاطعة، أنا مضطر لأن أذهب إلى فاصل قصير ثم أعود إلى أسماء مشاهدينا الكرام لمواصلة هذا النقاش، وسنواصل في بشكل مستعجل على ما حدث اليوم، وأيضا نذهب إلى المشهد السياسي والحزبي في الجزائر بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، الجزء الثاني، مرحبا بالمشاهدين الكرام. نواصل. دكتور مراد، كنت قطعتك في حديث على الاستثمارات، وذكرت لك أن شركة بلد نجاة الجزائر، وهناك عديد الشركات وتستثمر أيضا في أعتقد في البيض لإنتاج الحليب وغير ذلك، وهناك شركات أخرى، حتى أن هناك شركات خاصة. هناك مستويين للحديد. نعم، هناك مستويين في الاقتصاد والنسيج. نعم، هناك مستوى الدبلوماسية الاقتصادية. وأول دبلوماسي في البلد هو رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية خلال العهدة تاعه مشى لإيطاليا، مشى لقطر، مشى لتركيا، مشى للبرتغال، وكل دولة مشى فيها إلا وبنى اتفاقيات إلا بنى اتفاقيات اقتصادية، بحيث أنه قال كنا نشتغل هذا رقم ونطمح إلى هذا رقم. مثلا أذكر على سبيل المثال، تركيا التبادل التجاري كان 5 مليار دولار، فتم الاتفاق على رفع هذا الرقم الى 10 مليار دولار. هذه تسمى الدبلوماسيه الاقتصاديه التي يقوم بها الدوله، يعني رئيس الجمهوريه. لكن رئيس الجمهوريه حاول ان ينزل هذه الدبلوماسيه على مستوى القنصليات وعلى مستوى السفارات، وكان قام بلقاء في بدايه عهده تاعه، اتذكر في 8 نوفمبر 2021، وكان اول لقاء يصار في التاريخ يعني مع الدبلوماسيين الجزائريين القناصله والسفراء، وكان في جدول الاعمال ضمن أشياء تحسين صورة الجزائر، تتمين دورها رائد في الدفاع عن القضايا العادلة وغير ذلك، كان تكلم على شطر على المهام الاقتصادية التي يجب أن يقوم بها الدبلوماسي الجزائري سواء كان قنصل أو سفير. لكن هادو كلهم هما يشتغل على مستوى ماكرو، رئيس مع رئيس، هادو يشتغلوا على مستوى الحكومة وعلى مستوى الشركات وعلى مستوى المعارض. السؤال الذي يطرح اليوم، هذا المستوى مازال لم يأتي بنتيجة. بدليل ذلك صح، ما هو ماكرو على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية التي قام بها رئيس الجمهورية جابت لنا مشاريع ضخمة. جابت لنا مشاريع ضخمة، لكن على مستوى الدبلوماسية قناصلة على مستوى وزارة الخارجية، لو نقول شحال من شركة جات أو ما هو الرقم الذي نطمعه إلى تحقيقه من خلال هذه الشركة اللي جات، آخر رقم سمعته به كان صرح به رئيس الوكالة الوطنية لتقية الاستثمار، تكلم على 120، تكلم على حوالي 120 شركة أجنبية. 120 شركة أجنبية فيها حوالي 40، لكن فيها 80 اللي هي في الحقيقة تعتبر الديلوكاليزاسيون، يبحثون على البلد الذي فيه سعر الطاقة سعر منخفض، اللي هي خاصة بالشركات الحديد، مصانع الحديد ومصانع الألمنيوم. سيد الكريم، فبالتالي قانون الاستثمار يفترض أنه يجيب لنا مستثمرين. أكيد. خارج، نعاود نقول، خارج ما يفعل بها ما يفعله رئيس الجمهورية، لازم يجي مستثمرين آخرين، وهذا المستثمرين أجانب قليل اللي جاء، لا دياسبورا لم نسمع بالجزائريين جاءوا حتى الآن. وتحريك المتواجدين، المال الموجود في الجزائر الموجود في السوق السوداء الذي قد يقدر أحيانا يقدر 60 وأحيانا يقدر ب100 مليار دولار، لم نسمع بمشاريع كبيرة. هناك الآن حسب آخر الإحصاءات الموجودة في الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار أكثر من 6000 مشروع استثماري مسجل في هذه الوكالة. أنا تكلمت على الأجانب، 120 أجنبي، وربما فيها الأجانب يعني فيها لا هو رقم تاع الأجانب لا يتجاوز 120، لا يتجاوز 120. نعم، كذلك بالشراكة كان هذا المباشر، الاستثمار المباشر غير بالشراكة. لا، فيه مشاركة وفيه المباشر. هو رقم تاع الأجنبي مش رقم كبير بزاف، لكن شركات كبيرة. صحيح أنه رقم صغير، لكن نوعية كبيرة. شركات اللي تدير وظائف كثيرة، اللي توفر العملة الصعبة من حيث الاستيراد، اللي تخلق ثروة غير ذلك. طيب، رأيك في هذا؟ أيضا إضافة لما قاله الأستاذ، هو الاستثمار في البنية التحتية، لابد من الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية. وأشير
واذكر بالذات يعني شبكات السكك الحديديه. ما نجموش نتكلموا على على توسيع المناطق الصناعيه ويعني توسيع يعني استغلال الفضاء الواسع المساحه الكبيره للجزائر دون ايضا يعني ما نتبعه ب يعني سياسه سياسه تهيئه عمرانيه سياسه نقل وسياسه كذا، وهذا ايضا من اهتمامات نظن أنه فيه مشاريع كثيرة انطلقت وأخرى ستنطلق وربما سنعرف ثمارها في المستقبل القريب. دائما يبحثون على العقار الصناعي أستاذي، يقول لك بحجج هناك ربما يسجلون في المنصة ولكن لا يعطى لهم يعني العقار الصناعي موجود في المناطق الصناعية وغير ذلك قليل، يعني هل الجزائر بمساحتها وكذا نتكلم على العقار الصناعي؟ سأعود لك دكتور. طبعا ولكن أيضا العقار الصناعي لابد من أن يهيئ كما ذكرت إلى ويحول لمناطق صناعية حقيقية، يعني في لأنه مش فقط الأراضي المساحات الكبرى، وإنما كما ذكرت لابد من تهيئة لتكون يعني الوكالة وزعت عبر الولايات يعني على ثلاث مراحل ربما العشرات من الـ 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 نعم. من الأراضي والعقارات الصناعية، ولكن هذا لا يكفي بالنسبة للرقم الذي تحدثت عنه 6000 مشروع، يعني غير ممكن، يعني فيه نسبة ضئيلة جدا. يعني شوف هو تم استرجاع العقار الصناعي والعقار الفلاحي الذي لم يشتغل، هذا تم استرجاعه والآن يتم توزيعه. شوف أخي العزيز، أنا أتكلم على قانون استثمار جديد يعني 2023، معناته تقييم آثار هذا القانون على الاستثمار طبعا مزيد قليل، يعني مش في سنة نقولوا باللي لازم يجوا 100,000، لا المستثمر الأجنبي. ولكن نحن دكتور اسمح لي على الكلام، نحن نتكلم على تراكمات، ربما الصورة التي سوقت عن الجزائر في وقت سابق صورة يعني ليست بتلك الأمال. زيد على ذلك أن هناك بعض الدول للأسف الشديد تعمل يعني تخلص الأموال، ما تنساش أن الصورة التي كانت عند الأجنبي أنه باش دير استثمار في الجزائر ما لازمش تروح في إطار القوانين، لازم تروح في إطار العلاقات. هل يمكن تصحيح هذه الآثار في ضمن الأشياء التي فعلت واللي الأصل واللي تكون بإمكانها أنها تصحح؟ أنه لا يمكن اليوم أن يكون واحد مستثمر يوقع في ضيق أو يوقع في خنق إداري بحيث أنه ما يوجدش جهة يتجه إليها. نعطيك مثال كعمل إيجابي تم القيام به خلال العهدة، أنه تم رفع فك الخناق على أزيد من 1500 مشروع استثماري. نعم. كان تقريبا المصانع جاهزة لكنها كانت معطلة، وهذا وظف الكثير من مناصب الشغل. نعم. إذن هذا إنجاز. اثنين، الشركات اللي كانت موجودة والمصانع التي كانت موجودة استفادت من قانون الاستثمار بتحقق تطور وتوسع، لكن الجديد الذي سيأتي هو لما نخلق آليات، وطبعا الآليات ربما تأخذ سنة ربما تأخذ سنتين. أنا قلت باللي عودة رئيس في الحقيقة إذا قيمناها هي فيها سنتين ونص، لأن السنة الأولى والثانية كانت كورونا وكانت الأزمات التي كان يتخبط فيها المواطن الجزائري. إذن اليوم لابد من خلق أو تفعيل آليات كانت موجودة. نعطيك مثال لونساج كانت موجودة تحولت إلى ناد لكنها تقريبا معطلة. الأسر المنتجة التي كانت في وزارة التضامن كانت موجودة وكانت تخلق ربما تقريبا 250,000 أسرة تستفيد من الدعم، وهذه أسرة معناتها امرأة موجودة في البيت تعطى لها ماكينة بحيث أنها تصبح أسرة منتجة. هذا الإجراء أو الآلية تعطلت والكناك وغير ذلك. إذا لابد من إعادة النظر في هذه الآليات وتفعيلها مع 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 دكتور العمل الدبلوماسية الاقتصادية باش نجيبوا لا دياسبورا الجيريان التي تمتلك مشاريع ناجحة في الغرب وتمتلك أموال موجودة في الغرب. ممكن الاستفادة حتى نختم هذا الأمر. نحن نتكلم على العمل وكذا، قيمة العمل في دقيقة جاوبوني، قيمة العمل هل يقدس الجزائري العمل؟ هل يحترم أوقات العمل؟ هل يذهب إلى العمل وهو فرح من أجل تأدية مهام وإضافة وقيمة وغير ذلك، أم يذهب لا؟ كيف يرى الجزائري العمل من وجهة نظرك على كل حال في دقيقة؟ هو الجزائري ورث يعني من عهد الحزب الواحد والاشتراكية والاتكالية
ويعني المركزية القرار الاقتصادي والاقتصاد الاجتماعي الذي هو الغاية اجتماعي وليس اقتصادية. ورثنا يعني في الذهنية نتاعنا في الثقافة نتاعنا مازال ورثنا هذاك مازال ما رانا في مرحلة انتقالية من ذلك العهد الذي من تلك الثقافة إلى ثقافة أخرى وهي ثقافة التحفيز وثقافة الأوبليغاسيون دو ريزولتا يعني إجبارية النتيجة. إجبارية النتيجة يعني لأن الجزائري يروح يعمل ما وخلاص يعني يذهب إلى العمل مش مسؤول على النتيجة. الآن نبدأ أن تكون هناك روح المسؤولية على النتيجة والدفاع عن المؤسسة التي نعمل فيها. ممتاز. رأيك أيضا دكتور كيفاش تشوف؟ أنا أرى أن الجزائري يحب يعيش ولأنه يحب يعيش فهم بلي لازم يخدم ولأنه لازم يخدم فهم بأنه لازم يسافر ويحضر المعارض ويحضر ويستورد وأحيانا يجيب كابا وأحيانا يجيب شوالة فهم بلي لازم يعمل باش يحسن مستواه المعيشي وأن لا يكتفي بالوظيفة وهذا أجمل شيء وصل إليه الجزائر ينوع من مصادر الدخل. الجزائر اقتنع اليوم أن الوظيفة تعطيك راتب لكنها ما توفرش العيش الكريم ما تكسب بها سيارة ما تكسب بها آيفون 5 ولا ما تكسب بها. إذا حبيت هذا المستوى من المعيشة لابد لك أنك تروح إلى القطاع الخاص وتدير مشروع وتولي رجل أعمال صغير أو متوسط أو كبير وتكسب المال الذي يعود آثاره عليك بسيارة فخمة ببيت مليح بتليفون مليح بلباس مليح. معناته الجزائري وصل إلى أصبح يقدس العمل الجزائري. أخي لو تروح المطار الطائرات اللي تروح للدول اللي فيها المعارض وفيها التجارة تجدها ممتلئة عن آخرها. تركيا الصين روسيا الجزائريين الشباب الجزائري رايحين باش يتاجروا مش رايحين باش يحوسوا. طيب الموظف الذي يعمل نتمنى في الإدارات العمومية الجزائرية كيفاش تشوف أيضا هل يذهب إلى اليوم الكسب في 15 ثانية لاشك انه التحفيز داخل هذا العمل لا موتيفاسيون واش يخلي الانسان ينوض صباح عيان ويجي يشتغل حيت انا موتيفاسيون والتحفيز هو الاحترام هو التقدير هو انه لم يعمل حاجه ايجابيه يقولوا يعطيك الصحه لم يعمل حاجه سلبيه يقولوا لك غلط انه مش تحفيز مادي ومعنوي مش غير يعطيك الصحه ويبارك الله فيك والله شوف شو من الاشياء من الاشياء التي انصحوا المؤسسات العموميه انها تعملها انه شهريا يخرجوا انه هذا الموظف احسن خلال هذا الشهر صحيح. هذه مسائل تحفيزيه ترفع المعنويات طبعا التحفيز المالي مهم ومهم جدا لكن كذلك الجانب المعنوي الهدايا الحفلات امتي ريسبسيون اوتور دي طاب امتي ريسبسيون باش نقولوا استاذ زكي قام خلال هذا الشهر بحصه ناجحة ويستحق طبعا ويستحق الشكر. طيب شكرا جزيلا لك دكتور مراد. نذهب إلى عندكش إضافة أستاذ إلى الساحة الحزبية والسياسية في البلاد. نحن على بعد خطوات إن صح التعبير. هل الساحة السياسية انتعشت بفعل أنه هناك استحقاق رئاسي قادم أم ما زال هناك جس النبض الضبابية موجودة عند الأحزاب السياسية؟ هل تحس بأن هناك حركية دينامية؟ والله ليس من السهل أن نحيي يعني حياة سياسية راكدة لربما لسنوات تراكم سنوات وأيضا حتى جائحة الكورونا أثرت سلبا على الحياة السياسية لأنه في الوقت اللي كان فيه انتخابات فيه تعديل الدستور وانتخابات تشريعية وانتخابات محلية كان فيه جائحة كورونا فالأحزاب أيضا في هذه الفترة لم تشتغل يعني ثم أن الحراك يعني أيضا يعني عانت منه الأحزاب ربما تراجعت كثيرا لأنها يعني كأنها يعني استهدفت من الحراك بعض الأحزاب استهدفت من الحراك فماشي من السهل عليها تعاود ترجع وتسترجع يعني القاعدة نتاعها الشعبية وغير ذلك فهذا أعتقد هذه العوامل هي التي خلت بعض الطبقة السياسية مترددة أو ربما خائفة من الخوض ومن من اتصال بالمجتمع أيضا فيه نوع من وثين استقالة المجتمع استقالة جماعية من الفعل السياسي في اعتقادي أنا الشخصي فيه استقالة وبالتالي لو كان فيه طلب على السياسة لو كان فيه عرض سياسة هذا من بقانون العرض والطلب لو كان فيه طلب على السياسة يعني. ما فيش طلب على الأحزاب السياسية ما فيش طلب ما فيش طلب كبير يعني خليني أشوف على رئيس حزب قيد التأسيس نعم قيد التأسيس منذ متى دكتور منذ 5 سنوات منذ إن شاء الله تقريبا يعني منذ 2020 يعني. هل فعلا المقاربة التي كان يتكلم عليها الدكتور الأستاذ خلاص هي هو ما هو حاصل عند الحزب ضمن الأشياء التي فعلها الحراك وكانت إيجابية أنه أوقف ما كان يفعله قبل 2019 يعني إصدار حكم قاطع كل شيء توقف
فالجزائر الجديدة كان يمكن أن تأتي بأشياء جديدة، ضمن الأشياء الجديدة تأتي به أحزاب جديدة. يعني كان عندنا حوالي 72 حزب، لو نقول الجزائري الآن سمي لي الأحزاب هذه كانت موجودة ربما يعرفوا 5 6، الباقي لا يعرفوا لا رئيسها ولا برنامجها، إن كان طبعا تمتلك برنامج ولا نشاط لها إلى غير ذلك. إذا بعد انتهاء الحراك ومجيء رئيس الجمهورية والدستور الجديد، أنا أعتقد أنه كان يفترض أنه على الأقل تعتمد الأحزاب الجديدة التي عقدت مؤتمرها. يعني كاين أحزاب تقريبا 10 أو 12 اللي داروا مؤتمر واللي فيها ناس جدد فاعلين ربما ما كانوش معروفين من قبل وأرادوا أن يمارسوا السياسة. الأحزاب لم تعتمد بعد للأسف الشديد، يعني لأنه هذا هو الإطار المنظم الذي يسمح للنشطاء أنهم ينشطوا ويحتكون بالمواطن. الذي حصل خلال هذه العهدة أنه حتى الأحزاب المعتمدة تخلفت عن تأدية دورها. يعني تصور أنت يا قانون مالية يمر بدون أن نسمع أنه فيه نقاش على مستوى حزب معين. يعني ولا حزب عمل ندوة اقتصادية لمناقة أو مالية لمناقشة قانون المالية. يعني كثير قرارات تم مصادقة عليها وأحداث، يعني وأحداث وغير ذلك. ولذلك سندخل الأساسيات نوعا ما ربما في محتشمات تشاهد محتشمة. يعني هذا الحراك أخي قبل 2019 أو خليني أقول لك بعد انفتاح الدستور 23 فبراير 1989 جاء بقامات سياسية جلالي ماهري نحن الله يرحمه أي تحمل سعدي أذكرهم الذي يتفق معه ولا يتفق معه، لكن تعتبر قامات سياسية قامات مؤثرة ولا كان لها برنامج إيديولوجي وكان عندهم ناس منخاطين معهم وغير ذلك. وكان ضمنهم جاب الله وكان ضمنهم بكوع وكان ضمنهم يعني حوالي 10 أو 15 شخصية وطنية كانت قامات سياسية. الذي نأسف إليه أن حتى هذه الأحزاب التي كانت ترأس هؤلاء القامات ما جابتش من يخلفها. أنا كنت أتمنى أنه الدستور الذي جاء بها رئيس الجمهورية في 2021 يأتي بأحزاب جديدة من خلال النشاط والعمل والاحتكاك مع المواطن. وهناك أحزاب غير معتمدة مثل حزبكم. أحزاب معتمدة كان ممكن، ولكن ما فيش عرض. الآن يقول لك الأستاذ حسن ما فيش عرض على الأحزاب السياسية. أخي ما كيش أنت تبحث على أن تسوق، ولكن ما أنت تأتي تريد اعتماد. وكأنك تقول انك تقول ان الجزائري مش مهتم بالشان العام. لا الجزائري الاستاذ حسن يقول هذا. لا ربما كاش استقاله سياسيه الشان العام الجزائري. شوف الحراك اثبت ان الجزائري سياسي بامتياز. ولم نعرف بقعه في الجزائر او خارج الوطن لم يتحرك فيها جزائري من اجل الحفاظ على بلاده. دستور 2021 الذي جاء به 2020 الذي جاء به رئيس الجمهورية كنت اتمنى وكنت اتوقع انه تلد احزاب جديده مثل التي ولدت بدستور 23 فبراير 1989. هذه الأحزاب الجديدة من خلال نشاطها، من خلال احتكاكها، من خلال اجتهادها، من خلال تعمقها في المجتمع، كان ممكن أن تظهر قامات سياسية جديدة جديد بحيث أنها تكون جاهزة لانتخابات 2024. نعم. طيب الآن أستاذ، ليس هناك استقالة سياسية. أستاذ الدكتور يقول لك بأن هناك شعب سياسي بامتياز والحراك هو اللي احنا مرجعيتنا الآن الحراك المبارك. وأنا أتفق معه. لم تكن هناك برامج سياسية بامتياز، ولكن لم يكن هناك قامات سياسية أستاذ. لا يتعاطى سياسيون بامتياز. نعم. من خلال الوعي السياسي، إذا أخذناه بالوعي السياسي. ولكن بالتعاطي مع السياسة لا. لا يتعاطى مع السياسة. لماذا؟ يتعاطى مع السياسة أم مع الأحزاب السياسية؟ طبعا مع السياسة عن طريق الأحزاب السياسية. ليس بالضرورة هناك يعني فضاءات أخرى. ليس الأحزاب السياسية من تمارس السياسة فقط. لا، الأحزاب السياسية هي الأطر بامتياز، أطر سياسية بامتياز في كل الدول الديمقراطية. الأطر هي الفعل السياسي المنظم. يعني لابد أن ينتظم. عندي أفكار سياسية، عندي رؤى، عندي ربما تشخيص للوضع، ولكن لا أشاطره مع مواطن آخر في حزب من الأحزاب. لأن الأحزاب أيضا أكدت أنها غير مؤهلة لتأطير هذا الوعي. لتأطير هذا الوعي. هناك أحكام مسبقة أيضا تجاه الأحزاب. هناك من يقول أن هذه الأحزاب مشاركة في الفساد. حتى الأحزاب المعارضة التي شاركت في البلديات والمجالس المحلية أيضا اتهمت بالفساد. بالتواطؤ يعني. كان الشعب يأمل بأن المعارضة ربما ستكون البديل على المنظومة الفساد، ولكن أيضا حتى أحزاب المعارضة للأسف الشديد أيضا وقعت في هذا. ولهذا المنظومة الحزبية هناك حكم
كأن الشعب أصدر حكم بفضل هذا الوعي السياسي. بفضل هذا الوعي السياسي على الأحزاب. على الأحزاب. نعم. ما هو الحكم الذي أصدر عليها؟ أنها كلها فاسدة. بطاقة صفراء أم حمراء يعني؟ طبعاً أنها كلها فاسدة. لا أقول إن هذا الحكم صحيح. كل 100%. لا. ليس في المطلق. ولكن الحكم مسبق موجود. لأنه تعميم تجريف في نهاية المطاف. طبعاً طبعاً. لا, لا لا ليس حكم يعني قيمي. ربما لا أشاطره تماماً ولكن موجود. موجود وهذا من ربما من أسباب. هل هذا هو الواقع الموجود؟ شوف الثلاثية الذهبية البيراميد التي يجب أن تكون موجودة باش نحقق إيه؟ باش نحقق نجاحات في الوطن ونحقق النمو الذي نصبوا إليه ونحققها. فهي التي يتمناها المواطن. هي الحكومة بأدائها الإيجابي, ثم هي المواطن المؤطر سواء في المجتمع المدني أو في الحزب السياسي الفاعل, المواطن الفاعل, ثم المواطن المقصود بالفعل. يعني هناك شعب, هناك أطر منظمة, مجتمع مدني زائد أحزاب سياسية. هذه الثلاثية إذا غاب واحد منها لن يكون هناك لا نمو ولا اقتصاد ولا نجاحات ولا رفاهية, لأنه لا بد من مساهمة الجميع. الذي يحدث اليوم, تبع مليح, أضرب مثال, الذي يحدث اليوم الفارق في الموقف الغرب فيما يخص القضية الفلسطينية من؟ هو الشعب, هم الطلبة, هم ليست الحكومات. حكومة منحازة إلى إسرائيل لكن شعوبها, نخبتها, طلبتها كلهم منحازون إلى القضية الفلسطينية, القضية العادلة فعلا. لأنهم يرون الظلم بعينيه ويؤثرون على القرار السياسي طبعا في تفاصيله. ربما دولة عظمى لا تغير موقفها الظاهري, الظاهر موقفها ما زالت تساند إسرائيل, لكن في التفاصيل ستغير من موقفها تجاه إسرائيل وستطلب من إسرائيل أنها لا تقوم بالغزو باجتياح رفح وأنها ستفتح المجال لإدخال المساعدات وغير ذلك. إذن المواطن سواء كان مواطن غير فاعل لكنه يتأثر بالمواطن الفاعل المؤطر في المجتمع المدني والحزب, هؤلاء يؤثرون على الأداء الحكومة, وهذا التفاعل لن يكون إلا إيجابيا لصالح البلاد ولصالح العباد. ممتاز أستاذ حسن. أنا أتكلم معك الآن على قضية إنتاج ما كان يقول عليها الدكتور مراد, الآن إنتاج النخب السياسية. ذكر الأستاذ والدكتور مراد الكثير من الأمثلة وغير ذلك. هل ما زالت الأحزاب السياسية تستطيع أن تنتج, خلينا نقول مهرب ونحن وغيرهم وسعد سعدي, خلينا مع اختلاف يعني التوجهات, هل ممكن أنها تصنع مثل هذه الأسماء؟ أولا النخب التي ذكرها الأستاذية كانت موجودة منذ الثمانينيات, نشأت حتى في عهد السرية وكانوا مناضلين حقيقيين, يعني كانوا مناضلين في القاعدة ولم يكونوا ربما مناضلين موظفين سياسيين, وإنما كانوا مناضلين سياسيين, وهذا ربما هذا الفرق. هناك الكثير من الموظفين السياسيين وقليل من المناضلين السياسيين الآن. ثم أنه لما نشوف مثلا الحكومة, الحكومات المتعاقبة كلها, شحال من كاين من ممثل الأحزاب المناضلين الحقيقيين؟ قليل. أغلبية الحكومات تكنوقراطية, ما عندنا عشناش في مدة طويلة حكومات سياسية. يعني هدف كل مناضل ربما أنه يطمح أن يكون وزير, أن يكون برلماني مسؤول. البرلمان كذلك فيها الكثير من الأحرار, يعني لا نعرف وحدة هويتهم السياسية. فهذا هذا هذا من المؤشرات على ان على تراجع الفعل السياسي للاحزاب, تراجع فيها عده يعني قلت فيها عوامل موجوده في المجتمع, عوامل موجوده في تركيبة الاحزاب في حد ذاته, وفي الفقر الثقافي والفكري ايضا للاحزاب غير قادره على الانتاج تقريبا يعني تعيد تقريبا انتاج نفس الطروحات الموجوده والمتداوله والجاهزه ولا لا تضيف شيئا على. عندك اضافه دكتور في هذه النقطه؟ هو الجزائر ولدت الامير عبد القادر والشيخ بوعمامه ولاله فاطمه نسوم وعلي لابوانت وولدت بومدين رحمه الله عليه, وولدت اللي ماتوا اللي مازالوا محيين. جزائر ولاده فقط ان تكون الارضيه خصبه. وش معنى الارضيه خصبه؟ ان تكون هناك
توسيع مجال الحريات السياسية، فسح المجال للنشاط السياسي، فسح المجال للنشاط الاجتماعي المجتمعي. إذا اليوم الجزائري الطموح شاء بأنه النضال السياسي لا يوصله تحقيق طموحه، وإنما الذي يوصله هو الكولوار، أنا أسميه الكولوار الرواق، ريح في الكولوار، ريح ثلاث سوايع في فصل داطونت باش يستقبلك الأستاذ زاكي، تولي مير. تولي وليس أنك تروح عند المواطنين وتقدم لهم خدمات وتهتم بانشغالاتهم وغير ذلك باش تولي مير. معناتها الاقتراب من زاكي وتقديم الهدايا هو الذي يوصل. فبالتالي ما طرق ملتوية ما نريده في الجزائر؟ هل نريد أن يكون هناك 30 ثانية أستاذ، هل نريد أن يكون هناك تفاعل اجتماعي سياسي بتاع الأفكار والبرامج بحيث أننا نقدم ما هو أحسن من برامج وينفذه من هو أحسن من أشخاص وإطارات، أم نريد لا نريد أن يحكم شخص واحد لا يستشير؟ الحمد لله جمهور قال المشورة تنجح فعلا. واليوم قال واش قال؟ قال المشروع تنجح. وهذا طبعا هذه بشارة خير ان يقتدي به منهم دونه في المستوى ويوسعوا المشروع ويفسحوا المجال باعتماد جمعيات واعتماد احزاب وفسح المجال للجميع ان يتكونوا ويتعلموا ويصلوا الى تحقيق طموحاتهم. دقيقة ونصف اخر سؤال اطرحه، ونحن على بعد يومين فقط من حر اليوم العالمي ايضا للصحافة في الذي يصادف 3 ماي، بما أنه ما عدناش حصة غدا وبعد غد، كيف يسير الإعلام وكيف ترى وضع الإعلام أيضا في 40 ثانية باش نحكي لك أو 40 ثانية دقيقة؟ نعم. لا هو في الحقيقة الإعلام قطع أشواط فيما يخص يعني تنظيمه، فيما يخص يعني الوسائل المادية، ولكن أيضا يحتاج الكثير كثير في الممارسة، في تطوير الممارسة، تطوير الممارسة أولا مرهونة أيضا بفتح المجال السياسي، بفتح الفضاء، أيضا مرهونة بالتكوين، تكوين الإعلاميين، لأن أنا في عهد الاحترافية، المحيط له حق التعبير كما يريد، ولكن الصحفي له ضوابط احترافية لابد أن يتقيد بها لكي يكون حقيقة احترافيا ويكون. نختم مع الدكتور مراد. هو فضاء وضع الإعلام يعني. هو فضاء ظلم من سنوات طويلة، وأتمنى أنه من السلطة من الحكومة كما أنها تدعم الاستثمار تدعم هذا الفضاء، لأنه هذا الفضاء لأنه هذا فضاء يحتاج أنه يطور نفسه. كان هناك إعلام إذاعي تلفزيوني ورقي إلكتروني. اليوم الإعلام الإلكتروني ربما الجزائر مش عايش تلفزيون، ربما مش عايش جريدة، لكن لا يستغني عن تليفونه ويشوف حاجة في يوتيوب ويشوف حاجة في الصفحة الإلكترونية. فبالتالي هذا فضاء كبير يحتاج إلى رعاية الحكومة، يحتاج أنها تعطي له امتيازات وتحفيزات ووسائل حتى يتمكن من التقدم مثل ما يحدث في باقي الدول. شكرا جزيلا لك الدكتور مراد عروج رئيس حزب الرفاه قائد التأسيس، شكرا جزيلا. وأتمنى يتأسس إن شاء الله ونسألك سنكون فعلا خيرا على الأساس. وأيضا أستاذ حسين خلاص رئيس تحرير بقناة الوطنية، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، أيضا أنتم شكرا جزيلا لكم، ونحيي كل العمال بمناسبة هذا اليوم العالمي للعمال وأيضا للصحفيين زملائنا الإعلاميين. إن شاء الله عام دائما مليء بالنجاحات وعالم أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، نلتقي في فرص أخرى، إلى اللقاء.